بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه بعض الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: رجل توضأ وترك موضع درهم من يديه أو رجليه لم يصلهما الماء، يعيد الوضوء والصلاة على الرغم من أنه لا يعرف؟ يعيد الوضوء إذا علم، يعيد الوضوء والصلاة إذا علم، لكن إذا كان حديث عهد بالوضوء يغسل القدر الذي ترك فقط، والله أعلم. يسأل: ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر، كفر بالله وعلى من فعله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يتوب إلى الله عز وجل من جديد. الاغتسال الأمر فيه واسع، فمن العلماء من يشترط الغسل للدخول للإسلام وهذا أحوط، ومنهم من يقول الأوامر بالغسل لدخول الإسلام فيها بعض النزاع من ناحية صحتها وضعفها فلا يستلزم ذلك، والأحوط اغتساله. يقول: رجل تزوج امرأة بعد أن اتفق معها على أن تتوظف، ثم له بعد الزواج بدأ له بعد الزواج أن يمنع من الذهاب للعمل لأنها لا تعطيه أي شيء من راتبها. المؤمن عند شروطهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إلا إذا كان شرطا باطلا، تعمل مثلا سكرتيرة مع رجل فلا يجوز، هذا الشرط من الأصل هو باطل، لأن النبي قال: إياكم والدخول على النساء، وقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالث هما الشيطان. أما إن كانت تعمل عملا محتشما ليس فيه اختلاط وعملا يقره الشرع واشترطت عليه ذلك عند العمل فتعمل، يوفي لها بالشرط، عفوا قبل الزواج يفي لها بالشرط، ولا تلزم بإعطائه شيء من راتبها ما دامت اشترطت، ما دامت قد اشترطت عليه ذلك. إن أعطته فحسن، إن طابت نفسها، وإلا فليست بملزمة. تقول: إنها طبيبة وعندها مؤتمر علمي ببورسعيد مع الإقامة ليلة بفندق من الفنادق، هل يجوز أن أسافر مع زميلاتي أو وحدي بدون محرم؟ لا يجوز إلا للضرورة، لأن النبي نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، وخاصة أنها ستبيت، فإذا كانت ضرورة فقط مع رفقة آمنة فالضرورة مع الرفقة الآمنة تجوز، والله أعلم. شخص يمتلك أرضا زراعية ثم صارت بورا فباع جزءا منها، هل على الجزء المباع زكاة؟ مع العلم أنه لم يحل عليه الحول. إذا كانت أرضا زراعية ليست معدة للتجارة من قبل، ليست عروضا للتجارة، فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا مر عليه عام من قبض الثمن وكان الثمن بلغ النصاب. هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب النبي فاقتلوه وإن تاب؟ لا يثبت بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الباب أدلة أخرى. أما الأحكام طبعا لابد له من جلسة يحاكم فيها ويسأل فيها. بارك الله فيك. يسأل أيضا سؤالا: إذا زل لسان شخص ونال من رسول الله وتاب، هل التوبة تقبل؟ إذا حسنت توبته هذا بينه وبين الله، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما الأحكام الدنيوية فيقدم لمحاكمته على ما بدأ منه وعلى ما بدر منه، أما بينه وبين الله فلا نستطيع أن نمنع التوبة عن أحد، لا نستطيع أن نمنع التوبة عن أحد. أما في الدنيا فيحاكم ويؤخذ منه ويعاقب بقدر ما اجتنى، والله أعلم.
خلاص اسكت بقى انت. ما المدة التي بين يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام؟ لا أعلم. ولا تكلف نفسك ما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخ الذي يسأل خطه أنصحه ألا يتكلف، لأن الخط واحد وأسئلة يعني سكت عن. يقول هل تزوج المسيح عليه السلام؟ لا أعلم. ما معنى يحثي المال حثيا ولا يعد عدا؟ يعني بالحفان، يعني مش بواحد اثنين ثلاثة، لا بالحفان. عارف الحسية؟ طيب. يقول زوجتي تؤذيني بكلام وتجعلني أنقلب وأكره. زوجة زوجي ضرتي وخلاص، تختصر كلمتين في كلمة، تقول ضرتها تؤذيها وتجعلها تنقلب وتكره الزوج وتفقد وأفقدتني الثقة فيه مع حبي الشديد له، هل مقاطعتي له حرام؟ لا تسمعي كلام ضرتك، خلاص الحل لا تستمع إلى كلام ضرتك، وابني على ما يظهر من زوجك وغض الطرف، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه وأحسن منه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول هل يجوز شراء الأشياء التي عليها خصومات بمناسبة عيد الأم؟ اشتري، اسمهم على أنفسهم وحلاوته لنا. يعني في دكان يبيع الأشياء بثمن رخيص الآن بسبب عيد الأم، يقول مثلا كيلو الجبنة بدل من 20 جنيه ب10 جنيه، فيقول بمناسبة عيد الأم هل لي أن أشتري؟ أشتري، ما في مشكلة. ابن مسعود يقول في شيء من مثل هذا لنا حلاوته حتى أشد من هذا وعليه إثمه. يقول فيما يتعلق بالتعدد أريد معرفة الأمور، هل يجوز سئلة تسأل خروجي مع زوجي في يوم جارتي؟ يعني زوجة مثلا زوجتك الثانية تريد أن تخرج معك، بقول يا رب من خالص قلبه، تريد أن تخرج معك لمرضها في يوم الأخرى، تخرجها أو تتركها تموت؟ يعني في يوم وليلة لواحدة ويوم وليلة لواحدة، واحدة مرضت في يوم الأخرى تأخذها توديها ضرورة ولا غير ضرورة تأخذها برضه؟ جزاك الله خيرا. تقول السائلة هل يجوز أن يأتيني في ليلتها، لأنها تقول إنها مسمحة له، وعندما سألتها قالت هو سيحاسب. يبقى زوجي كذاب، لا تساعدي على الإثم والعدوان. هل استيقظ النبي من قبره فاستغفر لوالديه فغفر لهما وأسلم؟ لا يصح هذا، والسيوطي له كلام باطل في هذه الأبواب، وله كلام باطل أيضا في إسلام أبي طالب، له كلام باطل في هذه الأبواب، ويستدل بموضوعات ومكذوبات. هل يجوز لامرأة معتدة من وفاة زوجها نبت لها شارب أن تزيل شعر الشارب وليدخل في محرمات العدة؟ هل يدخل المرأة إذا نبت لها شارب هل تزيله في فترة العدة إذا كان بصورة أصبحت معه كالرجل يعني شارب كشارب الرجل؟ فإن النبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال تزيله، أما إذا كان شيئا خفيفا فالأولى تركه، لأن المعتدة تترك التزين وقد يكون هذا من التزين.
هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة سورة العصر بعد انتهاء المجلس؟ ورد لكن بسند ضعيف عن الصحابة ليس عن رسول الله، أنهم كانوا لا يتفرقون إلا بعد قراءة سورة العصر. وفي السند على ما أذكر الرجل يقال له أبو قدينة أو مدينة هو مجهول، كيف يدفع الإنسان الرياء. ورد حديث ضعيف فيه أن النبي قال لأبي بكر: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن سنده ضعيف، لكن هناك أسباب إذا قلته كدعاء لا بأس، اللهم اصرف عني الرياء. أيضا إذا قمت من الليل تصلي صلاة الليل لا يراك أحد، فهذا من تقوية ملكة الإخلاص بإذن الله تعالى. تصدق في السر، صلي في السر. نعم. ما حكم استعمال قلم لتكحيل الحواجب؟ لا بأس بذلك. قد روي بسند بصيغة التمريض عن أسماء أنها قالت إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده. يقول: أليس الذين يبنون الأبراج السكنية ولا يبيعونها ولا يؤجرونها ويتركونها مقفولة على الفاضي لحاجة الزمن، أليس من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ لا، ليس كذلك، لكن إن كانوا يعدونها للتجارة، إن كانت معدة للتجارة كعروض عليها زكوات سنوية، لكن إن كانت قنية للأبناء أو للبنات ليس عليها زكاة. ما الفرق بين الكافرين والمشركين؟ الكفر قد يتحد مع الشرك في المعنى، قد يتحد مع الشرك في المعنى. المشرك يقر بالله ويجعل لله شريكا، يعني يعبد الله ويعبد معه غيره، وهذا كافر، كافر بوحدانية الله. لكن هناك صور من الكفر أخر، صور من الكفر أخر، كفر التغطية والجحود. فمثلا شخص ينكر ربه تماما كالملاحدة، يقول لا إله، هذا لا يسمى مشرك، لا يسمى حينئذ مشرك، أنه جحد الله. لكن المشرك من يقر بالله ويعبد معه غيره. فلذا الملحد أشر من المشرك. فالمتفشي في الجامعات الآن من الفكر الإلحادي الذي له مؤسسات تديره، وجدير بالدولة وبالصالحين من المسؤولين أن يتتبعوه بما آتاهم الله من قوة لضحضه، هذا الملحد الذي في الجامعة، فضلا عن كونه أشر من الكلب وأشر من الخنزير، فهو أشر من المشرك. يعني الفتاة المشركة في الجامعة، الفتاة الملحدة التي تتبع الفكر الماركسي واللينيني والستاليني وغير ذلك، أضر من امرأة أبي لهب، أن امرأة أبي لهب التي قال الله فيها وامرأته حمالة الحطب في جذاع حبل من مسد، كانت مشركة، كانت تقول بوجود آلهة مع الله، شرك، مخلد في النار. لكن هذه الفتاة تجحد ربها بالكلية، تقول لا إله، تقول لا إله. ذلك عند الاحتجاج على أهل الشرك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الملحد يقول لا، يقول الطبيعة التي خلقت السماوات والأرض جاءت هكذا. فالملحد أشر من المشرك، فضلا عن كونه أشر من البهيمة. فنهيب بالمسؤولين الصالحين من أي اتجاه كانوا وفي أي وظيفة كانوا، إذا كانت لهم قدرة على تغيير هذا الكفر والباطل فعليهم بالسعي لإزالته. فالملحد كافر، كفر بالله، جحد ربه الكل، والمشرك أيضا كافر. لكن اصطلاح الكفر يتسع أحيانا ويضيق أحيانا. فمثلا المشرك قد يكون أعلى من الكافر أحيانا. فالكفر قد يكون كفر نعمة، قد يكون كفر عمل، سنتان في الناس هما بهما كفر. فالكافر مدلوله أوسع من المشرك في
مسائل، وقد يتسع معنى الشرك في مسائل، والله أعلم، لعلها في محاضرة مستقلة إن شاء الله. ها؟ أم كلثوم ملحدة؟ أنا ما أعرفش إنها ملحدة، لا أعرف ذلك. هي مغنية. ها؟ أنت تعرف أن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لا يفكر يعني عفوا، ألا تذكر الرجل الذي أتي به إلى عمر رضي الله عنه فقال له: أنت الذي أثنيت على الخمر وقلت في مقولتك: أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزعه. قال: أنا الذي قلت ذلك. قال: إذن تجلد. قال: لماذا تجلدني؟ قال: لأنك قلت أنك تشرب الخمر وتقول أنك كريم وأتاك تحريمها على الكبر فاستمريت في شربها. قال: من قال؟ ألم يقل الله عن الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فأسقط عمر عنه الحد. قال: لكن قال: لا تتولين لي عملا، يعني لا أحب أن هذه الأشكال المتلاعبة تتولى لي إمرة ولا عملا. نعم عليكم. أما سب الله ورسوله، سب الله ورسوله وإن كان شعرا فسبق البيان عن أن المزاح في هذا الباب أيضا يعاقب فاعله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا كلام حسن الذي ذكرته، إذا استغل هذا لنظم منظومات ويقول إنني شاعر لا أعاقب، لا، عمر عاقبه وعزله رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. خير نسائكم الودود الولود المواتية المواشية، إذا اتقينا الله، وشر نسائكم المتحليات وهن المنافقات. بهذا اللفظ لا يصح، إنما الصحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. حديث المرأة الحسناء خضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء في منبت السوء، لا يصح. ومعناه أيضا فيه خلل، إن قد تكون امرأة حسناء من منبت سوء وهي صالحة، أليس هذا بوارد؟ يعني من الممكن أن تكون فتاة جميلة وأبوها وأمها شريران ومع ذلك يدينة، والخليل إبراهيم أبوه آزر كافر، فقد تكون امرأة حسناء من منبت سوء لكنها دينة، هذا من ناحية المعنى. أما من ناحية السند فسند الخبر تالف لا يصح. نعم. وآسيا زوجة بس لم تكن من منبت سوء، أبوها وأمها أم حبيبة بنت أبي سفيان كان، لكن أنت لابد ستؤول منبت السوء ما المراد به. يقول: ذكرتم أن الجهاد لابد فيه من أعداد العد، فما معنى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ نعد لهم، لكن هب أننا ليس عندنا قوة، هل نقاتل من هو أقوى؟ لماذا ترك موسى ديار مصر وخرج منها خائفا يترق؟ والأنبياء من أشجع الناس، أشجع الناس قطعا، لماذا تركها وخرج خائفا يترقب؟ وإن بعض العلماء قال في قوله تعالى، في قول موسى عليه السلام للإسرائيلي: إنك لغوي مبين، قال من معانيها أن سبب غوايته أنه يقاتل من لا طاقة له بقتاله، من لا طاقة له بقتاله. ولعل هذا الأخ السائل ما أدري نسي نفسه أو نسي ما يحيط به، يعني كيف أنت شخص وتواجه 50 شخص مسلح وأنت أعزل؟ هل يتصور هذا؟
أنا أضرب مثال فقط. أنت يا محمد لو أنت مثلا جسمك ضعيف وجاءك واحد هيولي، واحد فقط هيولي ضخم ومعه سكين ومسدس ولطمك لطمة، تأخذه وتمشي ولا تقاتله؟ ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا لازم تفكر في وقت آخر، صحيح أنا ضربت هذه الضربة لكن أفكر كيف أنتصر وما التوقيت المناسب للانتصار. أما إذا جاءك مع عصابة ولا طموك لطمة وإذا تكلمت قطعت، تعمل إيه؟ هتقول السلام عليكم. أنت بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.